على موجات الشباب ورياضة من القاهرة، في كل مكان وكل زمان بنحتفل دايما بالعيد. والآن انتصار غريب ترصد أعياد عبر التاريخ. أعياد عبر التاريخ. دكتور ناصر الكلاوي، الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة وكل المستمعين بصحة وخير وسعادة. خاصية شديدة جدا في العصر الفاطمي، يمكن عن العصور التانية، عصر مليء بالفرحة، مليء بالمهرجانات، بالهدايا للشعب. أهم المظاهر في العصر الفاطمي الخاصة بقى بالاحتفالات بعيد الأضحى. العصر الفاطمي فعلا زي ما حضرتك قلتي كان فيه اهتمام شديد جدا بالأعياد التي بلغت 30 عيدا، أما عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المحمل وعيد رأس السنة الهجرية. وقد أراد الفاطميون من إقامة هذه الأعياد إلى تحبيب الشعب المصري في الدولة الفاطمية والمذهب الشيعي الجديد الذين أرادوا نشره في مصر. وبخصوص عيد الأضحى فقد كانت هناك العديد من المظاهر التي تميز هذا اليوم، منها على سبيل المثال تعليق القناديل في المساجد في ليلة العيد حتى يتم إعلام الشعب المصري بقدوم العيد. أيضا كان المصريين يذهبون إلى المساجد من أجل التهليل والتكبير وذكر اسم الله. طبعا كانت الحمامات في الفترة ديت في مدينة القاهرة، الحمامات العامة. الحمامات العامة، لأن البيوت ما كانتش بتصل إليها المياه إلا في القرب، كانت الحمامات العامة بتستعد لاستقبال المصريين من أجل يعني تأهيلهم ليوم العيد. بالإضافة لذلك قيام العديد من السيدات الأثرياء في هذه الفترة بإعداد الصدقة الخاصة بهم عن طريق ذبح الأضاحي. كل هذه الأمور هي بتمثل مظاهر الاحتفالات الشعبية، لأنه كانت هناك احتفالات رسمية للدولة. مظاهر الاحتفالات الرسمية يمكن كانت بتتوقف على وجود الخليفة في رجال الدولة وممثلي عن طوائف دينية مختلفة كانت بتعيش في مصر. أهم الطوائف الدينية اللي كان لازم تبقى موجودة يوم العيد. فعلا كان لازما يقوم مختلف الطوائف بتمثل الشعب بالذهاب للخليفة الفاطمي في دار الخلافة وتهنئته بقدوم عيد الأضحى. فكان بيذهب إليه كبار أرباب الوظائف وممثل عن طائفة اليهود في مصر وممثل عن طائفة الإخوة المسيحيين وكبار رجال الدولة والوزراء وكبار الشعراء لتقديم التهنئة للخليفة بقدوم عيد الأضحى. الشعراء أي نعم، لأن الخلافة الفاطمية كانت بتهتم بالعمارة والفنون والأدب، حيث كانت توجد لديها مكتبة كبيرة جدا اندثرت عندما تولى صلاح الدين الأيوبي الحكم. يا صباح العيد والقلب سعيد والطير بيرد الأناشيد، اضحك يا زمان. دكتور ناصر الكلاوي، الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية، طبعا العصر الفاطمي وما كان الحكام أصحاب المذهب الشيعي، إيه الجديد اللي أضافه المذهب الشيعي ما كانش موجود لاحتفالاتنا في مصر؟ هو طبعا مع مجيء الفاطميين إلى مصر وتأسيس الخلافة الفاطمية قاموا ببناء مدينة القاهرة، وكان بيتوسط مدينة القاهرة الأزهر الشريف المخصص لنشر المذهب الشيعي. فكان بيقوم الخليفة من خلال الموكب الخاص به بالذهاب إلى المسجد الأزهر
وكان بيرتدي لباس من الحرير الأبيض المزركش برسوم الذهب، وعلى رأسه قلنسوة من الذهب الخالص. وعند ذهابه للمسجد كان بيقوم بدورين اتنين. الدور الأولاني هو إن هو بيمثل خليفة المسلمين وهيؤم المسلمين في الصلاة، وفي نفس الوقت كان بيصعد على المنبر الأزهر ليقوم بإلقاء خطبة العيد، وهنا بيمثل الحاكم الديني وفي نفس الوقت الحاكم الدنيوي، وكان بيعد الخطبة لديوان الإنشاء. وكانت بتتميز هذه الخطبة بأن هي قصيرة وبتتناسب مع يوم عيد الأضحى. يمكن الحفلات والمباهج كانت بتخص أيضا العصر الفاطمي. طبعا العصر الفاطمي كان بيقام فيه العديد من الحفلات، فيها الغناء وفيها الرقص للجواري، وبيشهد هذه الاحتفالات للخليفة الفاطمي وكبار رجال الدولة. وفعلا النقطة دي كانت جديدة جدا على المجتمع المصري في عيد الأضحى. الكلاوي الباحث في الآثار الإسلامية والقبطية، يعني أنت نوهت قبل كده في الحلقة إن الخليفة كان بيلبس لبس مزركش ويعني بيلبس كمان ذهب، هل باقي الشعب المصري كان من سمات العصر دوت يلبس اللبس المزركش واللي فيه ألوان كتير واللي فيه فخفخة، ولا طبعا كان مستوى الرخاء كان مرتفع في العصر الفاطمي؟ هو طبعا الحاجات دي كان بيتميز بها الخليفة فقط، ولكن الكبار رجال الدولة والشعب كانوا بعيد بعد كلي وجزئي عن هذه المظاهر. يعني حتى هو لو أعطى كبار رجال الدولة بعض الملابس كانت غير محلاة بالذهب والفضة، ولكن في بعض الأعطيات ممكن يعطيهم ذهب، ولكن هم لم يكونوا أثرياء بهذه الدرجة. أنا بتكلم على الألوان، يعني الألوان اللي كانت طبعاً مستعملة في العصر. كان في بعض الـ 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 الأماكن المخصصة لإنتاج الملابس اللي بيقوم الخليفة بأدائها لكبار رجال الدولة يوم عيد الأضحى. هل الهدايا ونصر الذهب وما يشاع ده كان حقيقي؟ دي حقيقة طبعاً، لأن الفاطميين جاءوا إلى مصر من المغرب وأسسوا خلافة جديدة وبنوا مدينة القاهرة وأقاموا العديد من الأعياد، وكان الغرض منها تحبيب الشعب المصري في المذهب الفاطمي. على سبيل المثال يوم عيد الأضحى كان بيتم إقامة الصمات ويحتوي العديد من الأطعمة واللحوم، والخليفة يتقابل مع كبار رجال الدولة والعامة الشعب المصري ويقوم بتهنئتهم بالعيد، ويستمر هذا الصمات لمدة 3 أيام. أعياد عبر التاريخ.